Good morning, everyone. Today, our lecture today, inshallah, will be about Fourier series. One of the major tools in mathematics. It's really a very successful tool. It's Fourier ده بيساعدك في حاجات حلوة أوي. إنه بيديلك الإفكت بتاع periodical function. بيقدر يعمل expansion certain functions على الدومين from negative infinity to positive infinity. الموضوع سهل أوي وظريف أوي. Let's start from scratch. طبعاً for sure كل course notes, references, lectures, you will find it on campus. So anyhow, إن شاء الله مش يبقى عندك مشاكل في الجزء ده. في حد دخل على campus recently؟ طيب لقيت اللكتشر دي موجودة بي دي اف بتاعها، نبتدي إن أنا فتحته. أوكي؟ خلاص طب. أنا عايز برضو خليك معايا، أنا بحاول جاهداً إن أنا آخد يعني advantage إن أنت عندك غالبية الشغل بتاعك بأسرع ما يمكن أكون مغطي. بعد كده نبقى نقعد نعمل ريفيجنز، نعمل اي حاجه زي ما انت عايز. بس المهم ان كل جزء انت تاخده انا محتاج ان انا اطمن ان انت فاهمه كويس، لانه هيبقى انفولفد وامبيدد في حاجات ثانيه داخل الكورس بتاعنا ده اندر. اوكي يا شباب؟ اوكي بيرفكت. انزل معايا. This is for your series. انا بحب احط الراجل ده دايما الصوره بتاعته. اوكي؟ بص لابس البلوزه البيضه دي، واخد بالك؟ يعني الراجل ده من الحاجات الفاني قوي اباوت فورير انه كان ويز نابليون بونابرت اكسبيديشن تو ايجيبت. يعني في الفتره اللي في جه فيها نابليون بونابرت ده كان واحد من الساينتستس اللي موجودين معاه في الفتره ده. I found it really very interesting. طبعا انا جبت ده مع الميديا، بحب دايما لما اشوف الراجل وتعرف مره الرجاله الجايه لما اجي اتكلم على الراس برضه حضرتك الصوره بتاعته تبقى اوير بالراجل ده شكله عامل ازاي. اوكي زي ما قلت لك in this chapter we will study Fourier series. Fourier series are a very powerful tool. Series is titled Fourier. Very powerful tool. You will need it. الهدف في Fourier مش الفكره نفسها بتاعت Fourier ازاي he succeeded in expanding certain types of functions especially لو بيحصل لها periodicity. It repeats itself through a certain period. فالاكسبانشن بتاع Fourier mainly بيعتمد ان انت عندك period. القانون ده او this law you will find it in many textbooks talking about Fourier series. It's really you will find it in any textbook talking in general in advanced you can find it in way whatever. طيب اللو اللي انا هستخدمه هنا انا بيختلف في بعض ال reference books depend على ال period. انا بحب ارمز لل period بتاعتي انها 2L. هتسيف a little bit in memorizing the main law. انا اود ريكومند طبعا انت مش مهم انك تحفظه ممكن تكتبه في الورقه بتاعت القوانين بتاعتك او الشيت اللي انت تاخده معاك في الامتحان فاتس نوت بيج ايشيو بس انا اود ريكومند انك تحفظه وانا هوريك ازاي نقدر نحفظه كويس جدا سهل قوي قوي. انا هنا ساعات بعض التكست بوكس they will use the whole period as L. بعدين هيبقى لها ريفلكت في القوانين انك تعمل ديفيجن L by 2. لكن انا from start انا عم assuming ان المين بيريود بيساوي كام؟ بيساوي 2L من البدايه عشان يبقى القوانين بعد كده هيحصل فيها ايه؟ ال1 اوف بي. اوكي. This is for you. Welcome. Our lecture today how to master this tool. Fourier is going to expand certain function f of x depending على الانفينيتي فاينيت سيريز اللي حضرتك شايفها. لما اجي ابص على الفانكشن اللي موجوده او السيريز اللي موجود لاحظ ان انا عندي كوزاين وعندي مين وعندي ساين عندي كوزاين تيرم وعندي ساين تيرمز. الاثنين دول هم دول الريسبونسبل اباوت ذا سايكلينج افكت. يو ويل فايند ذا فانكشن ريبيتس اتسيلف ثرو سيرتن بيريود. كل بيريود الفانكشن دي بتعيد نفسها من المين. معايا المسؤول عن الريبيتيشن ده الاكزيستنس اوف كوزاين ومين مين ساين. طيب انا مشكلتي ايه في اللوب؟ اولا اللوب بسيط قوي. اللوب بيقول انا عندي a نوت which is a constant you will find it divided by 2 وده علشان انا واخد البيريود معتبرها بين ال وهمشي على هاف بيريود بال فهو a2 over 2 يبقى this is the first constant. بعدين بلس a sum starting from 1 up to infinity لمين؟ certain constant which is represented by a sub n فده هيتغير مع summation notation هيتغير هيعمل زي ايه؟ زي root كده زي loop يتغير ال n فيه ده الجزء اللي موجود فيه ال a n. دايما ال a n بيبدا بالكوزاين انا بحب الكوزاين قوي اشمعنى؟ اصله ايفن
ما اعرفش، انا ما بحبش الجود فانكشنز، انا بحب الايفن فانكشنز الى حد كبير يعني. كلنا كده، كلك هتلاقي بتحب الكوزاين اكتر من الساين. الساين ده بيظهر فيه يعني يطلع فوق وينزل، الكوزاين ده ايفن فانكشن، اوكي؟ فهتلاقيه اي ان بعدين كوزاين. ما دام انا قلت اي ان وكوزاين هتلاقي بلس بي ان ومين؟ وساين. حد كده تو ميمورايز اللو تاني وانت مش محتاج منك افورت. اي نوت اوفر 2 بعدين بلس سم نوتيشن، اي ان كوزاين بلس بي ان ساين، صح؟ ده القانون بتاعك. طبعا لو انت بصيت بالنسبه للارجمنت كده يو ويل فايند ات ان تايمز باي اكس اوفر ال، وير ال هنا ستاند فور هاف بيريد، يبقى ال هنا نص الفتره. عشان كده انا فضلت ان انا ما استخدمش البيريد بتاعت ال، لا فرضت من الاول ان البيريد بتاعتها تبقى بايه؟ باتنين ال، عشان لما اجي اجيب هاف بيريد تظهر لي مين بس في القانون ال، فيبقى هربت من الاثنين اللي هتضايقك بعد كده وانت بتحسب الكونستانس، اوكي؟ ضل. طيب ايه مشكلتي في فورير؟ مشكلتي ببساطه اني اعرف الاي نود بكام، الاي سب ان بكام، البي ان بكام. This is the main issue in Fourier is to find the Fourier constants. اوكي؟ طيب حلو جدا. تعال نبص على الاي نود. الاي نود بيساوي integration 1 over L integrate from negative L to positive L f of x. هي مين ال f of x؟ الفانكشن اللي انت بتعمل لها expansion. انا لو بعمل expansion for x مين f of x؟ it's gonna be x. if we are doing expansion for x squared مين اللي هيظهر هنا؟ x squared and so on. الانتجريشن ده بسيط قوي. حد يقدر يقول لي الصوت لو سمحت كويس؟ تمام؟ مارتن واضح؟ تعرف تقوله كده؟ هقول تاني القصه اللي انا قلتها لك. بص كويس جدا على فورير،
فريج ايه قصته بالقانون، لازم ابقى حافظ القانون كويس. القانون سهل قوي، بيقول ايه؟ ايه نود اوفر 2 بعدين بلس اضرب صم اي ان كوزاين بي ان ساين. النقطه الوحيده اللي هتحتاج تقسمها معاك ان انا بستخدم هنا ان باي اكس اوفر ال، طلع كده ان باي اكس اوفر ال. مشكلتي في فريج تاني وانس مور، هاو تو ايفالويت ايه نود ها اي ان بي ان، انا حافظهم ازاي؟ عمري ما بنساهم. حافظ الاي نوت كويس قوي يا مرتي. الاي نوت ده عباره عن ايه؟ كلام فاضي. 1 اوفر ال انتجريت فروم نيجاتيف ال تو بوزيتيف ال اف اوف اكس دي اكس. وانس انك حفظت ده على طول الاي ان اتحفظ، هو هو بس هتحط مين؟ والبي ان اتحفظ هو هو بس هتحط مين؟ صح. تمام كده؟ زي ما انت شايف الترم بتاع الكوزين فانكشن والترم بتاع الساين فانكشن really very sensitive for odd and even functions. Functions اللي هي odd functions و even functions it has an impact on the definite integration and also an impact on Fourier series. بيأثر كويس قوي على النقطة لو الفانكشنز بتاعتك even أو مالها أو odd functions. يبقى أنا بعد ما أخدت القوانين الظريفة دي مهم إن أنا أعرف مين هي الـ even functions دول. أنا بتكلم على النوع ده هي الـ function بتاع الـ next function. مين هي الـ even functions ومين هي الـ odd functions؟ First of all, I'm going to speak about even functions. Mean even functions. They are all types of functions that's not affected by the change of sign. The functions مش بتتأثر بتغير الإشارة. يعني تحط فيها x زي ما تحط فيها negative x. The result will be the same. ما بتفسر الإشارة. دايما تحط فيها x تحط فيها negative x result same. مين أشهر الأنواع؟ y equal to y equal to y equal 5 which is a constant function. اشمعنى؟ لان لما بقول y equal to خلي بالك كده. بصوا يا شباب لو انا جيت اقول لك مثلا على سبيل المثال y equal 5 طبعا لما بقول y يعني f of x صح كده؟ طيب روح هات لي f عندي 2 الريزلت هتبقى بكام؟ ب 5 هو مفيش اكس اصلا صح؟ طيب لو انا حبيت اجيب اف عندي نيجاتيف 2 الريزلت برضه هتبقى بتساوي كام؟ بتساوي 5 مفيش تشينج ما حسش بالتشينج ان ساين دي تبقى ايفن فانكشن لذلك كل الكونستانت فانكشنز ار ايفن فانكشنز يعني بقول لك واي ايكوال 7 اتس ان ايفن فانكشن واي ايكوال نيجاتيف 3 اوفر 2 اتس ان ايفن فانكشن لأن once you change the x from positive to negative, the result will be the same. So this is one of the most famous types of even functions, the constant function. كمان واحدة مشهورة قوي y بيساوي x to the power of k of 2, it's an even function. ليه؟ لأن لو أنا simply جيت أجيب y at 2, the result will be positive 4. طيب لو انا جيت اجيب y at x equal negative 2 it will stay the same برضه هتدناها بكام؟ positive 4 يبقى ده برضه من famous types of even functions. In general in even functions اي odd function to an even power اي داله فرديه بس مرفوعه باور ايه؟ زيرو. طيب is it really hesitating to know a function between او hazing between an even function and odd function؟ لا لانك تقدر تستخدم مين؟ substitution. انا اروح حاطط ال value of x positive واحط ال value of x ايه؟ بال negative. If the result stay the same يبقى اذا دي اسمها even function. تمام يا شباب؟ اوكي بيرفكت. الجزء ده هتلاقيه متغطي عندك في البي دي اف. طبعا الجنرال فورم ان f of x بتساوي f of مين؟ of negative x. ده الكونديشن ده المين. لكن انا مش محتاج حتى تو ميمورايز سيمبلي عشان اعرف ايفن فانكشن او اوت فانكشن اعمل ايه؟ اروح خلع الاكس لاني بوست النمبر وسبستيوت بعدين شيل الاكس وحط النيجاتيف فاليو سبوست تو جيف ذا سيم انسر. اذا عملت كده يبقى دي على طول اسمها ايه؟ ايفن فانكشن. طبعا دي من اشهر الانواع بتاع الايفن فانكشنز. دي الكونستنت فانكشن اللي انا كنت بكلمك عليها من شويه هتيجي تلاقي واي بيساوي فاليو فتلاقيها عامله كده موجوده بوزيتيف سايد زي النيجاتيف سايد. طيب تعال بص على y يساوي x square it's gonna be the same برضه لو انا جيت في النيجاتيف سايد او جيت في البوزيتيف سايد from the x axis
the function will be the same. عشان كده انا لما جيت احط negative 2 و positive 2 كان الريزلت بتاعتك ايه؟ ثابته. كمان من الانواع المشهوره قوي الـ absolute functions. ده انت كاتب y بيساوي absolute x. فهتيجي تحط x بتساوي 2 هيدي لك positive 2. دي تربليس الاكس نيجاتيف 2 برضه الريزلت هتدينا بكام؟ بوزيتيف. فـ absolute functions طبعا كلها even functions. انا رسمت لك هنا بالكوزاين والمقلوب بتاعه مين المقلوب بتاع الكوزاين؟ sec 1 over cosine is equal to sec. اوكي؟ both of them are even functions. خلي بالك من معلومه كمان جميله قوي. كل الـ even functions بلا استثناء يا بشوي في symmetry about the y axis. تلاقي الليفت هاند سايد بيساوي الرايت هاند سايد، وانت اكس بوزيتيف واكس نيجاتيف. فتلاقي الفانكشن بتاعتك مالها؟ الجنب اليمين زي الجنب اليمين الشمال. بص كده يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال وهكذا. خلصت. يبقى هي ايه الايفن فانكشنز احمد؟ كل الفانكشنز مش بتحس من شر. تحط فيها بوزيتيف زي ما تحط فيها نيجاتيف. نو افكت. تمام كده؟ طيب ايه الادفانتج اللي هيحصل معايا لو انا استخدمت ايفن فانكشن او لو انا كنت بجيب اكسبانشن فور ان ايفن فانكشن هيساعدك قوي. الجزء بتاع البي ان ويل ايكوال تو زيرو. البي ان هيبقى بيساوي كام؟ هيساوي زيرو. يعني كده الاكسبانشن هيبقى شكله عامل ازاي؟ لو جيت ابص على الاكسبانشن مش هتلاقي بلس بي ان ساين ان بي اكس اختفى. يبقى انا هحسب هاو ميني كونستانتس؟ اثنين. ايه نوت وايه البي ان مش هحسبه من البدايه. يبقى انا في البدايه لو يعني if you are getting Fourier series for an even function which part of them will disappear يبقى الجزء اللي فيه ساين تيرم. يبقى خلي في بالك ان كل الكوزاين تيرمز دي بتبقى even functions you will never see the sine ايه تيرم. الساين تيرم ده على طول بيروح. على فكره هو بيروح نتيجه الديفينيشن بتاع الديفينيت انتجريشن. يعني هو مش خاص بالفورير. مش انت لما بتيجي تحسب البي ان والاي ان بتعمل انتجريشن فروم نيجاتيف ال لبوزيتيف ال ده ديفينيت انتجريشن. ريلاتيف للبروبيريتيز بتاعت الديفينيت انتجريشن او الديفينيت انتجرال التكامل المحدود لو انا عندي ايفن فانكشن على طول بيبقى الريزلت بتساوي كام؟ بتساوي زيرو. يبقى اكشوال ده ايه؟ انت كسبته. بدل ما كنت هتحسب 3 كونستانتس هتحسب كام كونستانت؟ 2 كونستانتس. صح كده؟ كمان في ادفانتج تاني. بدل ما انا كنت بعمل الانتجريشن 1 اوفر ال فروم نيجاتيف ال تو بوزيتيف ال، لا انا بدل ما هو 1 اوفر ال هروح ضربه في كام؟ في 2 وهستخدم هاف بيريود فروم 0 ل ال. اقصد هنا البيريود اوف انتجريشن فتره التكامل. شباب متابعين؟ لا. طيب بص كده جاست سكند. اوكي انت فاكر انا كنت بحسب الاي لود بتساوي ايه يا شباب؟ الاي لود اللي انا قلت المارتن يسمعها لي كانت 1 اوفر ال انتجريت فروم نيجاتيف ال تو بوزيتيف ال 4 اف او اكس صح؟ في دي اكس. الادفانتج الكبير قوي لو انت عندك اف اوف اكس دي ايفن فانكشن بدل ما هتعمل انتجريشن فروم نيجاتيف ال تو بوزيتيف ال اتس جونا ستارت فروم 0 تو ال بس كده انا خدت هاف البيريود بتاعت الانتجريشن والريزلت دي هروح ضاربها في كام؟ في 2 طبعا ده هيساعدك قوي. هيساعدك في ايه؟ ان انا ان ذا فيرست طبعا دي بيدو سيم ريزلت بس في الوضع الاولاني يو ويل ميك ا سبستيتيوشن افتر يو انتجريت يو ويل ريبليس اكس وانس ان ال وانس ان نيجاتيف ال. طبعا اسهل كتير قوي انك تعمل ماينس زيرو instead of substituting by negative n. فهتساعدك جدا. معايا يا شباب؟ معلومه دي حلوه قوي. يبقى لها من الادفانتجز بتاعت لو انا بستخدم even function. بص لها تاني. اللي حصل هو نفس القانون بس انا خدت ميزه كبيره قوي هتساعدك جدا في الوقت. ان بدل ما كنت بعمل integration from negative n لل l لا انا هعمل ايه؟ from 0 to l. يعني بدل ما كامل من negative 2 ل positive 2 هيبقى الكامل بتاعي ايه؟ from 0 to 2 والكونستانت اروح ضربه في كام؟ في 2 ضم. يبقى انا خلصت. طبعا خلي بالك يا محمد انه نفس اللو بالظبط وانا بحسب مين؟ الاي ال. كل الميزات ان هنا حطيت كوزاين ان باي اكس اوفر مين؟ اوفر ال.
طبعا لو انت واخد بالك الشغل اللي معتمد تماما على انتجريشن باي بارتس هتحتاج انتجريشن باي بارتس كتير. انا محتاج المعلومات بتاعت الانتجريشن على طول ايه موجوده, وده السبب ان انا ديديكيتد ذا تو بريفيوس ليكتشرز فور ريفيجن اون تريجنومتري اهو كامل اوف كوزاين كوزاين, وبلس انك هتحتاج على طول انك تبقى شاطر ام ديفرنشيشن وان مين وان انتجريشن بص والله. طالما انا قلت على الايفن فانكشن يبقى بالتاكيد هتكلم على مين؟ اختها. مين اختها؟ لود فانكشنز. لود فانكشنز بقى ظريفه جدا. الاود فانكشنز بتحس بالاشاره. لو انا جيت احط اف اوف اكس هتدي لك ريزلت. طب لو جيت احط اف اوف نيجاتيف اكس يا احمد هتدي لك نفس الريزلت بس بس نيجاتيف فاليو. زي مين مثلا عشان ما تنساش ابدا؟ لو انا جيت اقول لك واي بيساوي اكس مثلا بص كده. لو انا بقول اوكي لو انا قلت لك واي بيساوي اكس بس تعالى بص كده. لو انا جيت اجيب واي ات بوزيتيف 2 الريزلت هيبقى بكام؟ يساوي 2. طيب تعالى هات لي الواي عند نيجاتيف 2 الريزلت هتساوي كام يا شباب؟ نشيل الاكس وسبستيتيوت باي نيجاتيف 2. لو خدت بالك نفس الريزلت تيجي اللي فوق, يعني اقدر اقول ان واي نيجاتيف 2 الكلام ده بيساوي النيجاتيف بتاعت الواي عند مين؟ عند 2. يبقى انا لو عايز اعرف الـ function اعمل ايه؟ امسك الـ function اعمل substitution بالـ 30 وبعدين اعمل substitution بالـ negative 30. اذا ادتك نفس الـ result with opposite sign يبقى دي على طول اسمها ايه؟ odd function. طيب خلي بالك ان اشهر الانواع x to the odd power x x to the power of 3 x to the power of 5 كل دي are odd functions. كمان most of the trigonometric functions احنا قلنا مين الـ even functions في التريجنومتري؟ مين الـ even functions؟ ساين وسين. طب مين اللي بقى؟ تان ساين صح ومقلوب يعني ساين وكوزين تان وتان كل دول على طول ايه؟ على طول دول اسمهم odd functions. طيب في حالة الـ odd functions ألف ألف مبروك. Instead of evaluating three constants you will evaluate how many constants? Just only one. It's sine term. البي ان بس. لأن الـ A node والـ A n هيطلعوا كام؟ زيروز بوث اوف. فبدل ما كنت بتعمل A node وتجيب A n بعدين تجيب B n هتلاقي إن العملية بتاعتك دي كلها اختصرت على مين بس؟ على البي ان. كمان معلومة عايزها تبقى في دماغك. ان الـ odd functions بتدي sign term expansion. اي function odd مين اللي هيظهر؟ bn. فبالتالي لما تيجي تعمل expansion هيظهر فيه sign وانت مش عارف. برضه في الـ even expansions اقدر اسميه cosine term expansion. ليه؟ لانه مش هيظهر عندك الا مين بس؟ جزء بتاع cosine. كلامي واضح؟ خلي بالك كل كلمه بقولها لك count. يعني ايه كوزاين تيرم؟ اتس فور ان ايفن فانكشن. يعني ايه ساين تيرم اكسبانشن؟ اتس فور ان اوت فانكشن. طيب الاوت فانكشنز فيها ادفانتج جميل قوي. طبعا ده البي ان هيبقى هو بس اللي موجود معاك, وطبعا اللو اللي انت هتستخدمه هيبقى انستيد اوف هافينج فروم نيجاتيف تو بوزيتيف 1 اوفر ال اتس غانا بي فروم 0 تو ال و2 اوفر ال للاف اوف اكس ماينس الساين ان باي اكس اوفر ال. تمام؟ على فكره هنا السيمتري اتس اباوت ذا اوريجين. في الايفن فانكشنز كان السيمتري اباوت مين؟ اباوت واي اكس. لكن هنا في الاود فانكشنز معايا مارك السيمتري ات ويل بي اباوت ذا اوريجين. السيمتري هيبقى حوالين مين؟ حوالين الاوريجين. ليه؟ مش انت بتقولي عند اثنين بيديلك رقم وتروحي عند السالب اثنين يديلك الرقم تحت, فدايما السيمتري هيبقى حوالين مين؟ حوالين الاوريجين. لذلك بص كده y equal x مستعزة الجزء اللي في اليمين اخوه بس تحت موجود فين؟ to the left hand side. طيب تعال بص على الساين. بص الساين ساين اكس طالع من هنا ومن فوق ونازل من هنا وجاي من ايه؟ من تحت. تعال بص على y بيساوي x to the power of 3 هتلاقي ال right wing العكس بتاعه موجود فين؟ في الليفت wing وهكذا. تمام؟ طبعا بعض الامثله توضح لك على طول. اول لو انا عندي الرسم من الرسم على طول او السكتش بتاع الفانكشن اعرف اذا كانت ايفن او كانت مين او طيب يا ترى كل الفانكشنز
can be classified into even functions and odd functions. في class of functions it's not following this rule. طب اعرفه ازاي يا مرتينة؟ سبعه هروح جاي شايل كل اكس واحط بوزيتيف 2 مثلا اديني فاليو. اجي ريبليس الاكس بنيجاتيف 2 هيديني another different value. لا تساوي نفس القيمة ولا تساوي نفس القيمة في الاكس. يدي رقم تاني خالص. تيجي تحط 2 يدي 5 مثلا 5. تيجي تحط نيجاتيف 2 يدي لك نيجاتيف 16 مثلا. يبقى دي لا هي ايفن فانكشن ولا مين؟ ولا فانكشن. طب لو انا كعبيت ايفن فانكشن نوت ايفن نوت اود ايه هيبقى الكونسيكونسز؟ هتضطر حضرتك تحسب ايه نوت وايه ان ومين وبين. تمام؟ حلو. المجموعه اللي انا بشاور عليها دي هتساعدك جدا. انت هتحتاج داون لود. اي كوزاين ان باي اي كوزاين ان باي هيبقى الريزلت بتاعتها. يعني لو انا بحل وجيت في الاخر ستاك ظهر قدامي كوزاين ان تايمز باي. كوزاين ان باي هو نيجاتيف 1 تو ذا باور اوف كام؟ تو ذا باور اوف ان. يبقى هيمشي اذا كان الان بوزيتيف معايا. يعني ام سوري لو الان ده رقم اوت هيجي لك اشارات سالبه. لو الرقم ده لو الان دي ايفن هيبقى الاشاره دي بالايه؟ بالبوزيتيف. يعني نيجاتيف 1 بوزيتيف 1 نيجاتيف 1 بوزيتيف 1 نيجاتيف 1 بوزيتيف 1. السيشن اللي انا قلت لك انها سيريز جوينج تو فين؟ تو انفينيتي. صح كده؟ هيبقى مسؤول ان هو يطلع بوزيتيف ونيجاتيف. ده مين؟ ده كوزاين الترم ده اللي هو كوزاين مين؟ ان باي. طب لو انت اتكعبلت في كوزاين ان باي اوفر 2 على طول الريزلت بتاعته بتساوي كام؟ زيرو. لان الكوزاين ات 90 بيساوي زيرو. وانس يو اد 180 داون هتلاقي القيم بتاعتك على طول بتروح لمين؟ بتمشي على زيرو على طول بتستمر. يبقى اذا الترم بتاع كوزاين ان باي اوفر 2 هتلاقي الريزلت بتاعته بكام على طول؟ On the other hand, العكس بقى. الساين لو ان باي اوفر 2 لو ان باي اوفر 2 على طول الريزلت هتساوي نيجاتيف 1 الباور خليها ان بلس 1 او ان ماينس 1 it will be the same. يعني نيجاتيف 1 to the power of ان بلس 1 وانت عملت ايه؟ انت عكست الترتيب. يعني بدل ما تبدا سالب موجب سالب موجب لا هي هتبدا موجب سالب موجب سالب بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. فالافكت بتاع ان الباور ان بلس 1 بالظبط زي الافكت بتاع ان ماينس مين؟ ان ماينس 1. فخلي بالك من النقطه دي. اوكي طب لو انا عندي ساين ان باي شكلي جدا الريزلت بتاعته هتطلع بكام على طول؟ بتساوي زيرو. حضراتكم فاهماني؟ اي استفسار؟ ار يو شور؟ كله تمام؟ فعليا فوري خلص مش هزار. فاضل ان انا اعمل ايه؟ اتدرب على بعض المسائل اللي انا هعمل لها اكسبرتش بس. يبقى المجمل بتاع فورير سيريز هو الكلمتين اللي احنا قلناهم دلوقتي. المين لو لو انا عندي ايفن فانكشن انا هكسب ايه؟ لو عندي اود فانكشن انا هكسب ايه؟ تمام كده؟ تاني بكرر ايفن فانكشنز اللي بي ان زيرو هتبقى كوزاين تيرمز. طيب الاود فانكشنز هتبقى ساين تيرمز. يعني الاي نود والاي ان هيبقوا كام؟ هيبقوا زيرو زونت. واضح يا شباب؟ اي مشاكل؟ اوكي ضم انزل معايا دي فانكشن. ودايما الاسئله اللي انا هحتاجها في فورير انا عايز اشوف ايه؟ عايز اشوف البريودستي. عايزك تعمل لي سكتش وتوريني البريودستي ازاي الفانكشن دي بيحصلها ايه؟ بيحصلها تكرار بعد الاكسبانشن. النقطه الثانيه عايزك تفاين فورير اكسبانشن وتقدر انك تفك وتحس ايه اللي بيحصل فيه. واضحه؟ طبعا دي محدوده عندي انا هحاول ان احنا نحلها مع بعض ستيب باي ستيب. فيرست ستيب لازم ارسم المين بيت. لازم ارسم الفانكشن بتاعتي في المين بيت. تعالى كده ايه نرسم الفانكشن دي في المين بيت بتاعتي. ده كده اول حركه هروح اعملها خليك معايا كده. طبعا ده الاكس اكسس ده عند الواي اكسس او موجود في الوسط. اوكي انا هسمع كلام. دي المين بريم دي المين بريم.
لو انت خدت بالك البيريود دي راننج فروم نيجاتيف 2 لغايه مين؟ لغايه بوزيتيف 2. دي المين بيريود بس يا جماعه. اروح احسب المين بيريود بتقول ايه؟ اتس ا فانكشن اوكي ديفايند اون مور ذان وان دومين. كل اللي انا بعمله بمشي على المعلومات اللي قدامي. is stating that if the function running from negative 2 to 0, the value of function of this function will equal to cap 2. شباب اللي قدامي ده يمكن كلامي ساعات بيبقى تريفيال قوي بس انا بحب اكد عليه لان بيلخبط بعض الناس. لو انا بصيت على دي كده العمليه بسيطه قوي. دي معناها ان نمبر 1 f of x هتساوي 1 امتى؟ لو ال x is greater than negative 2 واللي ده نقول ايكوال مين؟ ايكوال 0. يبقى في الفتره دي استخدمه ده. طيب لو انا جيت النقطه الثانيه ان f of x المره دي القيمه بتاعتها هتساوي كام؟ بص في 3 just only in the period starting from 0 و x is less than كام؟ بص في 2. ده اللي انا عايز اتعلمه. يبقى انا هروح على x axis اسمع الاول الدومين go to the x axis starting from the period of negative 2 to 0 اعتقد ان نيجاتيف 2 هيبقى هنا. الفانكشن القيمه بتاعتها بتساوي كام؟ 1. يبقى انا على طول بروح داخل هنا اهو عند 1. ادي الفانكشن بتاعتي. طيب فروم 0 تو 2 مستر احمد قيمه الفانكشن بتاعتك بتساوي كام؟ 3. يبقى انا هروح الاول في الاكس اكسس من عند 0 لغايه بوزيتيف 2 اهو من 0 لغاية بوزيتيف 2. قيمة الفانكشن بتاعتي في الوضع ده هي عند 3 اهي الفانكشن بتاعتي. ده كده عند مين يا باشمهندسين؟ عند 3 وده عند القيمة اللي هي بكام؟ 1. هل حضرتك من السكتش اللي أنا عملته ده is it an even function? is it an odd function? طب هي لو even function يبقى شكلها عامل ازاي يا مرتب؟ يبقى ده ماشي جمال. طب لو odd function يبقى شكلها عامل ازاي؟ يبقى الثلاثه جايه تحت كده. يبقى دي لا هي ايفن ولا هي مين؟ ولا هي. خلي بال حضرتك ان من عند الاثنين لغايه نيجاتيف 2 this is the whole period. ده البيريود كامل. هو انا قلت البيريود اسمها ايه؟ يبقى 2L it's supposed to equal to كام؟ That's ان ال L لوحده هيساوي كام؟ كده جبت ال L اللي انا هشتغل بيه. صح كده؟ اي مشاكل؟ الرسمه دي لو انت رسمتها كده in your test or exam you are not going to take the full mark. لازم توريني البيريود دي. البيريود بكام؟ 4. انا كده واقف at 2 حط بيريود. يبقى انا from 2 I will go to 6. يبقى انا هيظهر عندي هنا مين دلوقتي؟ 6. وطبعا هيظهر في وسط ال 6 دي مين؟ 4. take a copy and paste. خد كوبي وبيست. يبقى ده معناه ان انا في البيريود from 2 to 4 الفانكشن هيبقى شكلها عامل ازاي؟ 1. طيب from 4 to 6 هيبقى شكلها عامل ازاي؟ ده الايفكت اللي انت بتجيبه فورين. بيكرر البيريود بياخد البيريود دي هوب ضف هوب باك نفس الاتجاه يا مكتب لان الكوزاين running from negative infinity up to positive infinity ده بيعمل ايه؟ waving action. تاني يتكرر نفس الكلام يا مالي انا واقف عند negative 2 get back a whole period so from negative 2 you will end up having negative 6 for sure at negative 6 you will find the mean هنا في الوسط negative 4 repeated copy and paste. يعني ده معناه ان انا عندي from negative 2 to negative 4 the value of this function will equal to 3. Then from negative 4 to negative 6 the value of this function will equal to cam to 1. تمام يا شباب؟ انت متخيل الوضع عامل ازاي؟ فريد ده مجرم لعيب هيمسك الفانكشن دي هنا حطها بعدين يطلع هكذا وهكذا up to infinity from both sides. معايا؟ تحفه. يبقى عمل تكرار للفانكشن اللي انت بتتكلم عليه through a certain period. واضح الكلام؟ كده تاخد فور مارك. دايما in these questions in these type of questions be sure in the first semester and in the final exam you will have a whole question about 3D. Some of the grades will go for a successful graph or sketch for this function.
انا مش عايزك تعمل سكتش بالنمبرز، مش عايزك تعمل سكتش صح، انا عايزه كده توضح لي فين المين بيريود وازاي بيحصل فيها ريبيتيشن. يبقى انت كده فاهم، انا كده فهمت ان انت فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. اوكي يا شباب؟ طبعا لو ده مثلا من 10 ماركس، لو انا مدي السؤال ده حاطط عليه 10 ماركس، بيشوف ان الجزء ده انا ممكن احط عليه فروم 2 تو 3 ريت من درجتين ده عشان صح. واضحه؟ فده مهم، مهم انك تحسبه صح. طبعا بتبقى فضيحه لما حضرتك تيجي تعجنه، بتبقى فضيحه لان الورقه اهي وحضرتك بهدلته، فبيبقى على طول هتنقص مين؟ الدرجتين او الثلاثه، مفيش فيهم اي حاجه. واضحه؟ معايا مستر محمد؟ اوكي، لازم تبقى مركز وانت بتدرس من ده. اي مشاكل الاول؟ اي مشاكل؟ اوكي. طن وخلاص. ها تمام يا شباب؟ اتفضل. لان انا كونسيدرنج ان الفول بيريود بتساوي كام يا محمد؟ 12. انا تعمدت كده عشان انا هشتغل على هاف بيريود، فما اقعدش بقى اكتب ال اوفر 2 عشان دماغي مش ناقصه العمليه هي يعني. طبعا زي ما انت شايف الفانكشن اللي قدامك دي نوت ايفن نوت مين. يبقى حضرتك كده هتمسك الطريق السريع وتجري، هتحسب مين ومين ومين؟ اي نوت اي ان بي ان. تعالى نبدا بقى على مين؟ على الاي نوت. يعني هتمسك المساله كلها، ما عندكش ادفانتج ان ون اوف ذا كونستانتس والديسابير. لا ده كله على بعضه موجود معاك. اوكي؟ يلا بقى معانا. حد يقدر يقول لي اللو بسرعه؟ مش محتاج انك تكون حافظه، سهل قوي اللو. اللو بيقول ايه؟ ثانيه واحده بس سكت عشان اعرف اكتب معاك. اوكي. ده معناه ان اي فانكشن اسمها اف اوف اكس اقدر اخليها اي نوت ديفايدد باي كام؟ باي 2. ذن بلس اصم رانينج فروم ان ايكوال 1 اب تو مين يا باشمهندس ايه؟ تو انفينيتي. مين اللي هيظهر الاول؟ اي ان تايمز كوزاين ان بار اكس ديفايدد باي مين؟ ال ال هنا بكام؟ لان الفول بيريود ب 2 ب 4 فيبقى ال ال بيساوي 2. طيب نفس القصه بعدين الكلام ده بلس انا البي ان نفس اللي انا عملته بالظبط، هيبقى ده عباره عن الساين بتاع ان باي اكس والكلام ده ديفايدد باي كام؟ باي 2. اي مشاكل؟ اي مشاكل؟ اوكي دن. تعالى نحسب الاي نوت. خليني اكتب الاي نوت ده. لو انا عايز احسب اي نوت الكلام ده هيسيب اللوب كان بيقول ايه؟ كان بيقول 1 اوفر ال